في 16 معصر زيتون في منبج، أكبر طاقة إنتاجية لعصر الزيتون عندنا هون موجودة، والحمد لله السنة موسم وفير كويس، ميكر كويس، أحسن من الأعوام الماضية، وفي إقبال على عصر الزيتون الأهالي، يعني في إن شاء الله السنة موسم كويس وإنتاج كويس للزيت، وصار الزيتون ما عاد يتخمر بالأراضي يعني يظل فترة طويلة، صار ينعصر أول بأول، يظل محافظ على جودة نوعية الزيت. افضل نوعية زيت عم بيطلع بالمنطقة يعني عندنا هون بمنبج كريادة. عمليا بال 24 ساعة نشتغل حوالي 50 ل 60 طن زيتون، يعني ال 50 60 طن زيتون بيعطوا زيت تقريبا حوالي 15 طن، يعني بين 12 13 طن لل 15 طن زيت. بالنسبة للزيتون سنة يقطع وسنة ما يقطع، يعني انتاجه ما يتقارب 6-7 كيلوات، ونعصر هنا بالمعصرة هاي. كنا سابقا يوم كان المنطقة محاصرة نعصر بالمعاصر اللي عندنا غاد، شوية الانتاج بطيء وزحمة الدور، نجي هنا أفضل كانتاج وكزيت وكل شيء.